اعتاد أهل مدينة حمص في شهر نيسان من كل عام على الاحتفال بخميس الحلاوة أو ما كان يعرف بخميس الأموات، وهو تقليد شعبي متوارث منذ مئات السنين، حيث يشتري الناس كميات كبيرة من الحلاوة الحمصية ويوزعونها على الفقراء والقراء أثناء زيارتهم لقبور موتاهم. هل سموه عيد الحلاوة؟ كانوا ياخذوا منه على التربة هنيك كانوا يوزعوا منه، بعدين صار رب البيت أو صاحب البيت صار ياخد على لعند أخته، صار ياخد لعند أخوه، بعدين صار الشغلة أكبر من هيك، صار الصديق ياخد لصديقه بالشام بحلب برات البلد وين من كان، صار ياخدوا لهم حلاوة يعني بهالمناسبة هاي. ونعرفت يعني تقريبا إذا بتحبي يعني أقول لك إنه بأكثر مناطق البلدان العربي بيعرفوا هذا الشيء في عنا، بس شو هو ما هني ما بيعرفوا، بس يعني القاعدين السوريين القاعدين هني أكيد بيعرفوا شو قصته. إينا وقبل شهر من حلول هذا العيد يسارع أصحاب الخبرة في تصنيع الحلاوة لإعداد كميات كبيرة من الأصناف المختلفة من الحلويات الحمصية، وفي الوقت ذاته يتبارى الناس في شراء هذه الأنواع ليعبروا عن بهجتهم بهذا العيد. والله مشان خميس الحلاوي دائما بحمص محتفل بعيد الحلاوي، وكل سنة وانت سالمين إن شاء الله. كل جميع الأنواع من كل شكل ناخذ نوع، يعني نص كيلو نص كيلو او كيلو كيلو، هاي كل سنه هاي مساويه ان شاء الله. والله راح اخذ التشكيله من الحلاوي، وخميس حلاوي هذا من القديم يعني ومن التراث مثل ما بيقولوا، وبضل واحد بيتذكر يعني اهله واحبابه. ومن اشهر تلك الحلويات ما يعرف بالحلاوة الخبزية، والتي تزدان به واجهات المحلات، حيث يكون على شكل هرم ملون بطبقات من اللونين الابيض والزهري. أما النوع الثاني فهو البشمينة، التي تأتي على شكل مكعبات مصنوعة من الطحين والسمن والسكر. بتحمص الطحين من رطوبي، بتنشف من رطوبي، بعد ما بتنشف من رطوبي بنغلى سكر لإله، بعد غلي السكر بنحط مع الطحين سمن، بعد ما بنحط السمن على الطحين بنطبق بقلب بعض البعض مشان تطلع حلاي مطبقة مثل ما نكون شايفين هيك. أما السمسمية فهي كما يوحي اسمها مصنوعة من السمسم والناطف مجتمعين، وتتوزع باقي الأنواع على الراحة السادة والراحة بفستق العبيد، إضافة إلى نوع آخر وهو ما يعرف ببلاط الجنة نظرا لتكعيباته المميزة وألوانه التي تجمع بين الأحمر والأبيض المصفر. ورغم مرارة الحياة يصر أهالي حمص على التمسك بالعادات والتقاليد التراثية والاحتفال بخميس الحلاوة التي تمتاز به مدينتهم عن سواها. يعتبر خميس الحلاوة من الطقوس السنوية الهامة التي تعيشها حمص وتنفرد به عن بقية المحافظات السورية، حيث اعتاد صانع الحلويات في العيد على الابتكار بأشكال وألوان حلوياتهم التي تشبه بألوانها الزاهية أزهار الربيع. من أحد مراكز تصنيع وبيع الحلاوة في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.